السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بإذن الله راح ناخذ درس جديد بعنوان Grammar in Action. طيب، قبل ما ندخل في الدرس يا ريت تنضمون لقناة التليجرام، موجود الرابط تحت في صندوق الوصف. Listen and chant which plus present and past tense. طيب، which بمعنى أي لما بدي أسأل سؤال يبدأ السؤال هذا بأي فحقول which. طيب خلينا نشوف هنا الأمثلة. Which subject do you like most this year? Which subject يعني أي مادة. Subject يعني مادة. Do you like? Do you like تحب most أكثر this year هذه السنة. الجواب this year I like math. This year يعني هذه السنة. I like math. لاحظوا معي كيف كونت السؤال which subject، بعدين حطيت الفعل المساعد do. عندي الفعل المساعد do أحطه لما بدي أسأل سؤال بالزمان الحاضر. طبعا أقول this year في السؤال. This year يعني هذا السنة. هذا الزمن إيش؟ حاضر، لأنه this year مو ماضي، لا this year هذه السنة. إذا هحط do بعد كلمة subject، وأكيد الفعل لازم يكون like بمعنى تحب بالتصريف الأول، يعني الفعل بالحاضر لأنه جاز أسأل سؤال بالزمن الحاضر. طيب 2 which subject did you like most last year. Last year لاحظ معي هنا ماذا أو أي موضوع حبيت أكثر السنة اللي فاتت، يسأل عن last year. Last year يعني السنة الماضية اللي فاتت. طيب هنا لاحظي معي أنه استخدم did الماضي من do. التصريف الثاني من do did، الماضي من do did. بما أني أنا جالس أسأل عن last year السنة الماضية، إذا لازم أستخدم الفعل بالتصريف الثاني، لازم أستخدم الفعل بالشكل الماضي. طيب يقول last year I liked PE. Last year I liked PE يعني PE معناتها التربية البدنية اللي هي حصة الرياضة. طيب هنا لاحظوا معي انه الفعل مضاف له ED لانه يقول ايش؟ يتكلم بالزمن الماضي last year. Last year فلازم استخدم كمان الفعل بالزمن الماضي بمعنى حبيت. حبيت السنة اللي فاتت. اذا الفعل like منتظم ولا غير منتظم؟ ايش رايكم؟ طبعا فعل منتظم لانه جبت الماضي منه باضافة ED. طيب السؤال الحين ليش هنا مو مضاف له ED مع أنه السؤال كمان بالزمن الماضي؟ ليش ما استخدمت الفعل بالزمن الماضي؟ لأنه لما يكون عندي do أو did بالجملة لازم الفعل اللي يجي بعد do أو did يكون بالمصدر. هذه شروط do أو did. Do أو did أفعال مساعدة بستخدمها في تكوين الأسئلة، ما لها معنى، هي فقط إيش؟ أفعال مساعدة. لما تكون بالجملة لازم الفعل يكون بالحاضر، تمام؟ لازم يكون بالأساس بالزمن الحاضر. 3 which grade are you in this year؟ في أي مرحلة أنت هذه السنة؟ This year. This year and in the sixth grade في المرحلة السادسة أو في المستوى السادس. عندي هنا sixth اللي هو رقم ترتيبي بمعنى السادس. طيب which grade were you in last year؟ إيش المرحلة اللي كنتم فيها؟ قلنا where بمعنى إيش؟ كنتم فيها السنة اللي فاتت. Last year I was أنا كنت in the fifth grade. Fifth يعني الخامس. Fifth grade المستوى الخامس. Which city do you live in? Which city do you live in؟ هذا السؤال بمعنى إيش المدينة اللي تعيش فيها؟ We live in Najran. We live in Najran. Six. Which city did you and your parents go to last year? إيش المدينة؟ Which city؟ إيش المدينة did you
and your parents got last year. إيش المدينة اللي ذهبت إلها أنت ووالديك السنة اللي فاتت؟ Last year we went to Riyadh. Last year we went to Riyadh. يعني سافرنا للرياض أو ذهبنا للرياض. طبعاً عندي هنا go الماضي منها إيش؟ went. هنا السؤال بالزمن الماضي. سؤال رقم 6 بالزمن الماضي لأنه يقول لي هنا last year يعني يسأل عن حاجة صارت بالماضي. استخدم did كفعل مساعد في تكوين السؤال، وقلنا لما يكون did موجود بالسؤال إذا لازم يكون الفعل الآخر اللي موجود بالجملة أو بالسؤال بالمصدر، لازم يكون بالمصدر لأنه do did ما يصير الفعل آخر يكون معاها بالجملة في غير المصدر، لا لازم في المصدر يعني في الحاضر يعني في التصريف الأول. طيب نأخذ الآن مرة ثانية حنقرأ الأسئلة وعيدوا مراي. Which subject do you like most this year? Which subject do you like most this year? This year, I like math. Which subject did you like most last year? Last year, I liked PE. Which grade are you in this year? This year, I'm in the sixth grade. Which grade were in the last year? Last year I was in fifth grade. Which city do you live in? We live in Najran. Which city did you and your parents go to last year? Last year we went to Riyadh. اوكي اذا احفظ كويس الاسئله وتدربي على قراءه الجمل والأفعال. طيب الآن خلينا نمارس الأفعال. عندي do، قلنا إيش الماضي من do؟ did. did do والماضي منها did. طبعا do did في هذه الأسئلة الستة اللي أخذناها كلياتهم إيش معناها؟ ما إلها معنى، ولكن هي فقط إيش؟ فعل مساعد ساعد في تكوين الأسئلة، لأنه باللغة الإنجليزية غير العربي. في اللغة العربية ما نحتاج أفعال مساعدة، لكن باللغة الإنجليزية نحتاج أفعال مساعدة عشان نكون الأسئلة. طبعاً are بمعنى يكونوا، where كانوا الماضي منها كانوا، like يحب، liked بمعنى أحب، go يذهب، went بمعنى ذهب. طيب ننتقل الآن ل الصفحة التالية. في هذه الصفحة رح ناخذ اللي هو subject race. subject race. طيب الآن عندي هنا اللي أسماء المواد باللغة الإنجليزية، أسماء المواد. طيب أول شيء عندي اللغة أسميها language. إيش أسمي اللغة؟ language. language يعني لغة. طيب العلوم science. science. science بمعنى علوم. math math رياضيات. th انطقوا ذا. math. social studies. social studies يعني الدراسات الاجتماعية. english english يعني اللغة الإنجليزية. pe pe هي حصة الرياضة البدنية. art art يعني التربية الفنية. art الفن. history تاريخ. history التاريخ. again language language language. since since since. math math math. social studies social studies. عندي هنا CIA انطقها شا. social social studies زي social media. social media اسميها اللي هي
المواقع التواصل الاجتماعي social يعني اجتماعي، studies دراسات، إذا social studies دراسات اجتماعية، English English PE PE Art Art History History التاريخ History. كمان عندي اللي هي Physic يعني فيزياء، Physic فيزياء. كمان إيش الكيمستري بمعنى كيمياء، كيمستري كيمياء. طيب كذا نكون خلصنا الدرس، يا ريت إذا استفدتوا من الدرس كمان تفيدون غيركم، انشروا رابط الفيديو لزملائكم عشان هم كمان يحفظون ويفهمون الدرس. لا تنسون الاشتراك بالقناة. يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.